هذه خطأ 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 كان فادي خطأ خطأ فادي اللي الحارس ياسين الخروبين يستغل على نحو جيد الإيفواري جوزيف ديدي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. يمكن هذا هو السيناريو اللي ما كانش كينتظروا فريق الوداد. خطأ فادح لياسين الخروبي جوزيف ديدي في المكان المناسب. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي بهذا الهدف اللي كيجي في بداية الشوط الثاني. وجوزيف وجوزيف لاعب سريع جوزيف لاعب سريع لاعب سريع تيامو هدف رابع هدف رابع للجيش الملكي كما قلنا نقص المكان السعيدي نعم بالرغم من خروج السعيدي محمد عبيفة معمر فرصة رأسية ديمار فرصة جوزيف ديدي اللاعب الإيفواري أخيرا يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي وفرحة كبيرة مرتقبة لساحات طنجة لمجرد سيناريوهات هذا تونغارا يا سلام يا سلام سلم الجيش الملكي في قمة أدائه جوزيف كيديغنادو جوزيف كيديغنادو القادم من لافات من نادي أكاديمية أمادو ديالو للجيش الملكي ليقدم فصولا من الإبداع. هذا هو الرجل الذي سجل 12 هدف في البطولة الإيفوارية اليوم يستعيد جزء من توهجه تقدم من جديد محاولة من المحاولات لكنها لم تقدم المطلوب تصويبا من عبد العميمي اللاعب السابق الذي جاور فريق اتحاد طنجة رجاء بلال كوكب المراكشي قبل ان يوقع من كشوفات الجيش الملكي حاول الى خارج الخلفي للملعب استمتع لهذه الهزيج الطفولة التي تقرع الأصوات التي تصفح ولمعاينة هذه العملية الهجومية ممتازة وهدف كرة ممتازة وهدف تأتي في هذه اللحظة تختفى الأنصار من الجماهير في المدرجات وتسير نحو المرمى بكرة خاطفة بمرتد هجومي سريعة ونسل الراشة محاولة خطيرة خطيرة ذكر للجيش الملكي في حدود الدقيقة 69 يخطف جوزيف كيدي كنادو ضيع الرجاء الرياضي ويعاقب الجيش الملكي بهدف في حدود الدقيقة 69 هجمة خاطفة للرجاء الرياضي لم يستغلها ثم جاءت الخاطفة من جانب الفريق العسكري كرة في العمق هذه المرة يتفوق على عبد الرحيم الشكير يرفع بالتميز بطريقة شوية في مرمى محمد بعايو تصبح النتيجة 1-0 تصبح 1-0 شوف لقطة على مستوى دفاع لا إلياس الحداد ولا عبد الرحيم الشكير مع لم يتمكن من إيقاف جوزيف كيديغنادو الإيفواري الذي يسجل الهدف الأول لفريق الجيش الملكي اشتعل الكلاسيكو اشتعل الكلاسيكو بهدف ولا أروع بكونتر أتاك جميل كليف القادم للمدرب جاديرو الجيش الملكي يسجل هدف تعادل هذه المرة كيديغنادو الإيفواري كيدي منطقة الجزاء هذه إمكانية هذه إمكانية عبد الليل العميمي مشات كرة من ياسين من الطرف الأيمن ياسين كرة بالراس هذه خاطئة استمرار خاطئة جوزيف كيدي عند عماد الرحولي هذه فرصة لبيت الفريق الجيش الملكي عند ميلا عبيبي تبعد المحاولة عبيبي كينتظر على المساندة وكينتظر أنه يلعب كرة لعب جوزيف فعلا جوزيف
جوزيف غيدي المهاجم الإيفواري يجد الحل في مرمى الحارس مجيد مختار ويختار الزاوية المناسبة يضع الكرة في شباك لاعب لو يكون عنده يعني سنتيمترات فقط ويمكن أن يوجد الحل والحل الآن كان حدود الدقيقة 34 تالي افتتاح النتيجة 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي. تابعنا التحركات ديال جوزيف غيدي عبد اللاعب من الانتظار والتقدم من الجنوب الكولي كرة ممتازة فرصة للجيش كرة ممتازة هدف للجيش الملكي يحضر في هذه اللحظات نعم الكرة السريعة الخفيفة بطريقة مميزة الهدف هدف ثاني للجيش الملكي من خلال مرتد هجومي خطيف تبني دفاعية سيئة لن تكون بالشكل المطلوب منقوصي العدد يضع الكرة في شباك فريق سريع وزماني لذلك